الليلة الشارع رسل لبرهان رسالة مهمة جدا. يستطيع برهان الآن تقدير اللي هو كقائد عام ورئيس مجلس السيادة كان وكأنه كان رئيس لجمهورية السودان ورئيس للشراكة ورئيس للمجلس الأعلى للسلام ورئيس للمجلس التشريعي وكل هذه الرئاسات التي تمتع بها في المرحلة القادمة، يستطيع أن يمضي بشكل محترم ويتنازل عن السلطة بشكل محترم ويكفي هذه البلد النزاع والصراع، لأنه خيارنا إحنا سنحاصر هذا القصر حتى يرحل. كسارة كلام بارك وانا نقول له صبل له او كيس فناجد لكم يا جماعة بفيديو جديد، وانا داير اهني الشعب السوداني يا جماعة من شماله لشرقه من غربه لجنوبه، والشعب طالع في الشارع وعمال يصرخ حرية سلام عدالة مدنية، بس قال يسقط بس وسقطت. الشعب السوداني يا جماعة بقت ما شعب هين تاني، كله الشعب طلع قال لو جعانين اكل موية ما في ولا شنو، لازم تكون مدنية. بس في 21 من اكتوبر ندعم التحول المدني والديمقراطي ونزين ونستنكر تصرفات المكون العسكري التي تتم الآن في أنحاء البلاد والتي جرت إلى البلاد لأزمات اقتصادية وسياسية. زكية ابن محمد بتيك، ما عايزين حاجة غير المدنية، مدنية ومدنية وبس، ما دايرين عساكر، دايرين مدنية ومدنية وبس. ما هتقدروا تسرقوا مننا الثورة، الثورة نحن في الشارع هنحافظ على الثورة إن شاء الله. ما لقينا أكل بتاع اليوم، تقسوا الحاجات، تكسروا، تقسلوا الطرق، تعملوا أي حاجة، نحن دايرين مدنية إن شاء الله. ما نلقى عيش ناكله، لكن مدنية. انتوا لو جديد على القناة ادينا سبسكرايب، فعل الجرس، وادينا اللايكات هنا، وادينا كومنتات هنا، ويا جماعه وروني انا ما في السودان، وروني الحاصل شنو في السودان عشان انا اقدر اكون طوال متابع. انا قاعد احاول اخش في الاخبار وفي يوتيوب عشان انا اكون ملم بالاحداث اللي بتحصل في السودان. سوسن بين خردل اكنس وبيدم لي، كونك تعيش مرتاح اصبح بعيد في الشوف، مويه وشك تتراد ليلوك مطي الجوف، باعوا البلد يا جني قسموا البلد كالفي، ما همهم اسلام شوف النفاق الضي، باعوا الفضيله مزات حتى المعازن حي، شوف المياعه كمان ايام لها ايغاء، سفروا سفر تلغاء متجلبه لماع، ما حيلتك الدماع ماني البقوله حي، نحن الصبر شفناه اخر العلاج الكي، شجر النضال حيقوم دم الشهيد الري. 21 اكتوبر 2021 المملكة العربية السعودية، وسوف نستمد منهم القوة ونترحم على أرواح شهدائنا والعودة للمفقودين، وسائرين بإذن الله من أجل تطهير البلاد، أمة البلاد والعباد من كل ما نراه فاسدا، وسنخلص البلاد من كل فساد ومن كل أزيال المؤتمر الوطني بإذن الله، مستمرين والثورة مستمرة، مدنية مدنية مدنية. وفي ناس تحت قالوا باعوا القضية، دارين يبيعوا القضية، اشتروا بقروش، ما دارين يبرقوا، ما دارين ينضموا مع الإخوة والأخوات في الشارع. أنا دار أقول لك، أنت لو بعت قضيتك معناته أنت ممكن تبيع شرفك وأرضك وعرضك، معناته أنت زول خاين. اوكي، انت لو بيبيعوك بقروش معناته انت زول خاين. شفت خلاص، ده بس بقى الغمت ودي اخر خطه طبعا اكيد يعني. فندعو سوار انه يعني يعرف انه ده خلاص قربنا ثورتنا قربنا ديما. فالغمت حصل. الغمت غمت. صيدة البومبال غمتوا لها غيرت كلامها، بتاعت نادر العبيد غمتوا لها غيرت كلامها، رئيس أعلن نفق حتى أنت يا بروتس غمتوا لها. الغمتك كويس. الصوفية ما خلوا ناس خلاوي، ناس لا 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 لا، الصوفية مشوا المولد، مشوا لهم في المولد، غمتوا لهم إخواننا ديل مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يا اخي انتوا فعلا يا كيزان اخوان الشيطان، يا اخي المصوفين ديل خلوهم في حاله يا اخي، ما تدخلوهم في مواضيعكم السياسيه يا اخي. الغمد غمتكم البلد خمكم. لكن بقول انا يعني بقترح على
الغمت لهم يا اخي دي مقروشكم حقكم ورجع عليكم معي القروش دي انت قاعدين انهم جايبين جبل عابر ده حق منه حق ابو واحد هنا جبل عابر ده ما حقنا وقروشنا انتوا القروش اللي غمتوا عليكم دي انتوا اغنيوا بها اعملوا نايمين ما حقكم ما حرام قروشكم ورجعت لكم بطريق غير مباشر. السودان دي يا جماعة من طلوع الانجليز لحد الان احنا في ثورات وحروب حروب أهلية ومجاعات وكل شيء. الدول الثانية بتكبر وبتنمو أما السودان لسه جعانة والسودان لسه بتطلع في الشوارع عشان دايرة تاكل لقمة عيش وما دايرة عسكر ما دايرين حكم العسكر حكم مدنية بحتة. الليلة اليوم الليلة ده 21 أكتوبر الملايين طلعت في الشوارع دي إحنا ما علينا إلا الالتزام بنبضها والانتصار لخطابة ولأشواقة ولأحلامة بالتالي ما في مساحة الآن تقر إنه لشراكة يتقدم أمراً هذا الرجل ما عدنا نثق فيه من قبل قال لنا فض الاعتصام ففضاه بالثمن القالي والآن لو أخصم بالطلاق لن نصدق البرهان على الجيش أن يقدم لنا بديلاً نمضي معه في هذه الشراكة وصولاً ببلادنا للاستقرار التام وللانتخابات. أما البرهان أعتقد أنه ليس تمت مساحة لوجوده الآن في المشهد الراهن للسودان. وأنا داير أشجع كل الطلبة كل الشباب كل الأمهات والأبهات حتى الخالات والحبوبات كل مرقوا في الشوارع يا جماعة لحلف واحد بس هدفهم مدنية للنهاية. دعما للمدنية جابت شوارع مدينة وادي حلفة مواكب هادرة رافعة شعار الحرية والسلام والعدالة مطالبة بتسليم السلطة السيادية للمدنيين. منذ 89 الشهداء في دارفور والشهداء في كجبار والشهداء في بوسودان وشهداء الاعتصام وكل شهداء شنو السودان والليلة اليوم كان يوم ردا لجميل الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن وكذلك تحقيقا لأحلامهم في دولة مدنية تعبر عن جموع الشعب شنو السوداني. ونحن في حزب المؤتمر السوداني اشتغلنا مع كل الأجسام الثورية الموجودة في وادي حلفة في إخراج هذا الموكب بالشكل الذي يليق مدينة وادي حلفة الذي عرف بشنو بأنها دائما عصية أمام الدكتاتوريات. نحن كشباب صوار خرجنا من أجل المدنية حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. أرسلوا رسالة خاصة إلى المجلس الانتقالي العسكري والمدني بشقيه بأننا هنا واقفون وصامدون في موكب 21 أكتوبر من مدينة وادي حلفة العريقة لدعم الحكم الانتقالي المدني ونريدها مدنية كاملة الدسم ونندد بما يحدث الآن من اعتصام أمام القصر الجمهوري وتحية خاصة إلى أسر الشهداء وتحية إلى أسر المفقودين ونتمنى عودة إلى المفقودين. وروني يا جماعة دوني كومنتات هنا وربنا يكون معاكم وشجعكم. ما في زول يبيع قضيته. أنت لو بعت قضيتك معناته أنت بعت قضية السودان كلها عشان القضية دي واحدة حرية سلام وعدالة ولك قدام وكسارة كلام فعلا.